جا وقت اننا نتكلموا في واحد الموضوع اللي غادي يفيد مجموعه من الناس، حيت كيف ما كنعرفوا دكتوره مؤخرا بزاف ديال الناس كتختلف الاسباب، ولكن الهدف واحد هو انهم بغاو يحصلوا على واحد الابتسامه اللي هي جميله من خلال مجموعه من التقنيات. كنتكلموا كنسمعوا بالهوليوود سمايل، كنسمعوا البلانشيمون ولا تبييض الاسنان، كنسمعوا زرع الاسنان، كنسمعوا بزاف ديال التقنيات مؤخرا بانت. الهدف كيف ما ذكرت في تقديمي واحد هو نحصلوا على ابتسامه جميله. اليوم غادي نتكلموا على تبييض الاسنان. بزاف ديال الناس كيبغيو يديروا داك تبييض الاسنان ويحصلوا على واحد الاسنان اللي هي بيضاء. شفنا نجوم في العالم كلهم كيديروا هذه التقنيه هذه، غير هو بزاف ديال الناس كيبغيو يديروا حتى هما التقنيه وكيطيحوا في مجموعه من الاخطاء، اولا كيطيحوا في مجموعه من العمليات ديال النصب ديال مجموعه من الناس اللي ما كيقوموش لهم بالتقنيه على احسن ما يرام. اليوم غادي نقولوا وغادي نتكلموا مع الناس بوضوح بصراحه شنو اللي ما مزيان لهم وشنو اللي ما مزيانش لهم بطبيعه الحال. معك اليوم دكتوره احلام، ولكن اولا نبداو نعطيو واحد التعريف عام لتبييض الاسنان، اشنو هو بالضبط؟ تبييض الاسنان هو واحد تقنيه كدار عند طبيب الاسنان، هو عباره واحد لو جيل امن، يعني كديرو تو اون توت سيكوريتي، وباش تحصل على واحد الابتسامه جميله. وفيه طريقتين، اما في العياده او في البيت، ولكن الطبيب اللي تحدد شنو اللي غيصلح لك. نعم دكتوره جميل، شنو هي الاسباب اللي تخلينا نديرو تبييض الاسنان؟ سؤال مهم. الاسباب اللي تخليني، لان ما يمكنش نهضروا على التبييض وحنا ما عارفينش الاسباب. نعم الاسباب اللي كتادي لهذيك اللون اللي ما تيبغيوش الناس، السنان صفرين ولا السنان اللون ديالهم داكين ولا غامق، وتيوليو تيقلبوا على واحد الابتسامه بيضاء. دونك الاسباب الاسباب هي كتكون اسباب، نقدر نفس ندير لك نوعين من الاسباب، اسباب داخليه في السن ولا اسباب خارجيه. اسباب داخليه كتكمن في وجود تسوسات، بيان سور الا كانت سوسه كيبانوا السنان كحلين، سا سي سور. بعض الادويه اللي كيكون ياخذهم الانسان، بحال كنعرفوا بان كتكون لا فام اونسانت، يعني المراه الحامل ولا الدري الصغير ملي كيكون عنده سنان في طور النمو، كاين واحد الماده سميتها لا تيتراسيكلين. هذيك لا تيتراسيكلين سي ان انتيبيوتيك اللي تاخذو لا فام اونسانت وما عارفاش، ولا تياخذو ان بيبي اللي يلاه سنانو في طور النمو تيخرجوا سنينات زرق كحلين فريمون ان كولور غريزاتر. وكاين لا فليوروز دونتير. لا فليوروز دونتير اللي كنسميوها بحال الناس عندنا هنا في المغرب، الناس الخريبكا والناس هذا كيكونوا سنانهم كيمولوا الصفريه او ماغون، او وعلى حسب لو دوغري ديناليشن وعلى حسب التناول ديال داك الفليور اللي كيولي توكسيك، حيت هو الفليور اي لي بيان بور لي دون، ولكن كونت اي ديباس اون سيرتين دوز يل دوفيان توكسيك، دونك كيعطي ديك لا فليوروز دونتير. دونك هذه اسباب داخليه. الاسباب الخارجيه اللي كنقولها مثلا تراكم بقايا الطعام، التدخين، القهوه بزاف، اتاي بزاف، البهارات يعني العطريه اللي كتلون سنان دو تو لي جو، دونك كتركب كيتلونوا سنان. وكاين اسباب ثاني طبيعيه اللي كلها بحال البشره، كاين اللي بشرته فاتحه، كاين اللي بشرته دونك سي لا ميم شوز بالنسبه لي. دونك كاين اللي صبرك هكاك عنده سنانو صفرين، كاين اللي سنانو بويض، دونك سي هادو هما الاسباب. نعم دكتوره هذه نقطه مهمه، ولكن بزاف ديال الناس غادي يتسائلوا غادي يقولوا لك كيفاش نقدر انا ندير التبييض فوق السوسه. هذه اللي كنقول لك من هذا الشيء اللي بغيت نوضح، بان التبييض ما عمرو غيدير فوق السوسه. علاش؟ ان التبييض ما يمكنش نديروه في دي 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 ان سبيسياليست هو اللي عارف، ان ميدسان دونتيست سبيسياليست هو اللي يمكن يدير لك التبييض، لان التبييض ما غيديرش فوق السوسه، ما غيديرش فوق التمريضه، ما غيديرش فوق الالتهابات، ما غيديرش فوق لي بوش باغودونتال. دونك يفو ان اكزامان كومبلي اون كونسلتاسيون كومبليت دو لا بوش بور سافوار واش هذيك المريض خصو ان بلانشيمون ولا خصو ان تريتمون د لاجونسيف ولا خصو يداوي بعد داك التسوس. نعم. ولا مثلا خصو كاريمون دي فاسيت دونتير، حيت البلانشيمون كاين شي ناس اللي ما غيعطي معاهم حتى شي نتيجه. نعم فوالا، داكشي علاش مهم انه يكون هذه المرحله ديال التشخيص هي اول حاجه. أكيد. قبل ما نمشيو، بعض المرات الناس كيمشيو كيديروا تبييض الاسنان في البيوت ديالهم، وحنا غنهضروا على مجموعه من الانواع اللي كتكونوا نقدروا ناخذوها، ولكن قبل نبغوا نتكلموا على التشخيص، فاش كيجي عندكم واحد الانسان دكتوره اللي باغي يدير هذا التبييض ديال الاسنان، شنو هما المراحل ديال التشخيص ديال الاسنان ديالو باش يمكن لكم تحددوا اشنا هو النوع اللي غادي يصلح لكل حاله؟ يا سؤال وجيه. دونك اول ما كيجي عندي مثلا الانسان المريض ديالي ان باسيون ديالي كيقول لي بغيت ندير ان بلانشيمون، جو با كومونسي دو فير ان بلانشيمون، دونك اول حاجه هي كندير لا كونسلطاسيون. لا كونسلطاسيون دونك جو دو تو فوار، خصني نشوف اللحم السنان كيفاش داير، خصني نشوف السنان واش فيهم السوسه، باسكو سي انتيردي دو فير ان بلانشيمون سور دي كاري، فو تو تريتي. Interdit de faire le blanchiment il a quand une gencive inflammatoire ou la qui m'a goûté des poches parodontales. D'abord c'est le traitement. Il y a ni rien de la bactérie dans la bouche. Had on passe là c'est normal. On traite. Had on passe l'esthétique. Mais si on a un malade on passe l'esthétique. Non c'est logique. D'accord. Donc à deux mois, ma rapide de traitement. Voilà. Traitement. Au moment où tu as la
موافقه للتبييض ديك الساعه راه ملي اون سالي لو تريتمون راه كندوزو لمرحله التبييض بدون نعم. بدون مشكل. انا دكتوره قبل ما ندوزو كيفاش كيكون التبييض في العياده عندكم بطبيعه الحال والهدف من الاستضافه ديالكم اليوم بغيت نتكلموا ايضا على مجموعه من الانواع اللي ولينا كنشوفوها مؤخرا في الاسواق واللي الناس كتمشي كتشريها بواحد الطريقه عاديه كنمشي كناخذ واحد لو جيل ديال تبييض الاسنان وكنديرو في الدار عندي تكلمينا على هذه القضيه وشنو هما هذه الانواع اللي كاينين في الاسواق. سيت ان غران 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 بروبليم سا فيز ما فريمون مال او كور. علاش؟ لان السوق ولات مخيفه جدا. نعم. لان ولا الربح والماركتينغ ولا اهم لهاد الناس اللي كيبيعوا هاد البضائع اهم لهم من الصحه ديال الانسان. وهادشي كنلاحظوه في جميع المجالات ماشي غير في طب الاسنان. ملي كنمشي لان غران سيرفاس ولا كنمشي مثلا ان سونتر دو بوتي وكنلقاهم حاطين اون لامب وحاطين واش شنو 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 من علاقه انت عندك اسيدي بالصحه ديال الفم وديال السن ديال داك السيد؟ الا كنتي غادي تو فانوير لا سونتي داك السيد غدير ليه ان برودوي دو بلانشيمون غادي غادي تخرج عليه ولا غتمشي مثلا اون غروند سيرفاس الى ديفيرونت كونسونطراسيون il y a des concentrations à 20% à 30% à 15% واش انت باش عرفتي شنو غيصلح لك فهمتي كاين الناس اللي عندهم دي دون سنسيبل كاين الناس اللي ما يقدرش يسبورتيو 30% كاين دونك سي تانو دو فوار شنو يصلح لك دونك جانب اخر هو الصيانه ان لو برودوي دو بلانشيمون كيخصو يتكون في بلاصه بارده ما كيخصش توصل اشعه الشمس نعم دونك ملي كيتحط في اون غروند سيرفاس وكتضرب فيه الشمس ومثلا ما كيكونش في البلاصه بارده دونك ليفيكاسيتي مشات دونك كنجيو كناخذو هكاك دونك الناس خصهم يفهموا بان تبييض الاسنان من لي غروند سيرفاس ولا الناس اللي ما عندهمش لي شارلاتون يعني اللي ماشي اللي ماشي منتحلين صفه طبيب الاسنان ولا كما قلت لك لي زيستيتيسيان ايتو سي با سي با دي بروفيسيونيل دونك نو اللي كيخاف على السنينات ديالو بالعربيه اللي كيخاف على السنينات ديالو راه السنينات كنطريطيوهم ولا كنديروا لهم التبييض ولا اي تقنيه عند الطبيب جراحي الاسنان هو اللي كيقدر انه يدير لينا هذه المسائل كلها اللي عندها علاقه بالاسنان وهذه لا لوجيك هادشي اللي كتقول طبيب اسنان كيداوي اسنان طبيب الجلد كيداوي الجلد ماشي شي واحد اخر اللي يقدر يدير هادشي اكزاكتو وي دونك هادو هما الانواع اللي نقدروا لكن انا بغيت غير نسولك على لي فورم اللي كنلقاو اليوم في الاسواق يعني شنو اللي كاين في السوق بعدا غير باش الناس يعرفوه كتمشي لان غون سيرفاس غادي يحطوا لك اون بارافارماسي ولا جو سي با كيحطوا لك فوالا ان كيت دو بلانشيمون دونك ما كتعرفوش منين شركه جاي واش عندها مصداقيه ولا ما عندهاش مصداقيه لو كونسونطراسيون كيما قلت لك سي تري 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 امبورطون الصيانه ديالو كيفاش يقدر يولي توكسيك نعم يعني راه يقدر يكون مزيان لك هذاك لو باك باغ اكزومبل ولكن خاص الطبيب هو اللي يكتبوا لك باش يمكن لك تمشي تشري باغ اكزومبل لا حنا ما تنكتبوش لي باك داكور شوما اللي كديروا لابليكاسيون عندكم لا حيت حنا اللي عارفين الشركات اللي عندها مصداقيه والشركات اللي ما عندهاش مصداقيه كاين دي برودوي اللي عندهم مصداقيه كاين دي برودوي اللي لا بارفي متفقين في هذه النقطه هذه حنا متفقين عليها وهذا الراي ديال الاخصائيه في طب الاسنان كيبقى الراي الاخر كيرجع لكم نتوما والاهميه ديال السنين ديالكم عندكم اكيد دكتوره شنو الفرق قبل ما نمشيو نتكلموا على شكون الناس اللي يقدروا يديروا التبييض ولا ما يقدروش يديروه نمشيو نعرفوا شنو الفرق بين هذه المنتوجات اللي متواجده في السوق وبين تبييض الاسنان ديال الدكتور اللي كيقدموا لينا عطيتيني دابا جوج الاسئله شنو هما الناس اللي يقدروا يديروا التبييض والناس اللي ما يقدروش يديروا التبييض نجاوبك على هذا السؤال الاول الناس اللي يقدروا يديروا التبييض هما الناس اللي قلت لك عندهم كيتعانيو من سنان صفرين او اللون ديالهم ما عجبهمش مي الحمد لله من الناحيه الصحيه ان السنان ديالهم ما عندهم حتى شي مشكل اللثه ديالهم صحيحه التسوسات ما كاينينش هذوك كنقدروا نديروا معاهم عمليه تبييض وديك الساعه غنقدر نهضرك على الانواع ديالها نعم دكتوره احلام شكون هما الناس اللي يقدر ما ينجحش ليهم التبييض وخا يديروا عند اخصائي الناس كيف ما شرحت لكم في الاول على حسب الاسباب الا كانوا كيعانيو من لا فلوغوز دونتير ولا كيعانيو من انهم خداو لا تيتراسيكلين في الصغر هذوك الناس كيكونوا دي دون غريزه دخل دي دون اللي كيكونوا فورت لا كولور ديالهم اللي تري 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 فرونسي دونك هذوك الناس ما كينجحش لهم التبييض سي نورمال دونك هذوك اون باس ا اوتر شوز اون باس لي فاسيت ولا القشور الخزفيه ولا الهوليود سمايل دونك التبييض ينساو لان يعني ما غاديش يعطينا نتيجه في هاد الناس هادو نعم ودور مهم اننا نعرفوا واش غادي ينجح لينا تبييض الاسنان او لا داكشي علاش ضروري اننا نمشيو عند مختصين في هاد المجال وهما اللي غادي يقدروا من خلال الحصه ديال التشخيص غادي يحددوا لينا واش يقدر يصلح لنا او لا تقنيات اخرى هي اللي غادي تقدر تكون ناجحه اكثر هنا دكتوره غادي نبغيو نمشيو ندخلوا نتعمقوا اكثر في التبييض ديال الاسنان المراحل ديالو ولكن قبل نبغي نعرف شنو هما الانواع ديال التبييض الطبي اللي كاينين واش هو غير نوع واحد ولا كاينين انواع على حسب كل نوع من الاسنان هناك نوعين من التبييض النوع الاول هو تبييض الاسنان سور لو فوتو دونتير يعني عند الطبيب ديال الاسنان وهذا كيستغرق نص ساعه ساعه على حسب لو فابريكون على حسب داك لو برودوي اللي انت اللي خديتي دونك هو كما قلت لكم سي ان برودوي ا باز دو بيروكسيد ديدروجين ولا بيروكسيد دو كارباميد سو سون هاد لي دو برودوي اللي كنستعملوا ملي كنكون سور فوتو تتكون لا كونسونطراسيون طالعه 25% جوسكا 30%
كي كنغطيو لاجونسيف لان لاجونسيف ما خصهاش تقاس بيان سور ومني كنغطيو لاجونسيف كنحطو هذاك لو برودوي سوغ السطح ديال السنه وكنقومو بواحد العمليه ديال تنشيط هذاك لو برودوي بواسطه واحد الاطياف ديال لون الضوء الازرق او لازير سا ديبون دونك سوا لو لازير سوا وي كنشوف سمحتي دكتوره قدامك مجموعه من لي زاكسيسوار ما كرهتش تكلمي لنا عليهم باغ اكزومبل هذاك واش هوش باش كتغطيو باغ اكزومبل اللثه لا هذا مثلا كنستعملوه باش كن هادي بوغ لا لونغ بوغ فوالا فريني لا لونغ وهنا سي بوغ لي ليفغ يعني باش كنوسعوا الفم شي شويه هنا هادي سي لو جيل اللي كنديروا فوق لاجونسيف وكن اون لو بوليميريز بهذاك لو هذا يعني كنغطيو لاجونسيف لاجونسيف ما خصهاش تقاس هو هذا دابا درنا لاجونسيف ابري سا سي لو جيل دو بلانشيمون اي اون لابليك سور لي دون اي اون اكتيف بهذيك لا لامب اي كل دونتيست عنده اون لامب ديالو على حساب كل واحد شنو شاري وكدير هذيك لا لامب كما قلت لك الماكسيموم سي 1 اور اي اون باس فريمون اون تيت فونسي جوسكا ا 3 ا 3 5 اون بو باسي جوسكا ا 1 مي ما نساوش بان هذيك الساعه ديال المكانه راه ضروري من واحد لا كومبينيزون اونتر لو بلانشيمون ديال ا لا ميزون 3 4 جوغ ولا ماكسيموم 5 جوغ الا ما كانش هاد لا كومبينيزون ما كنوصلوش 100% لان في العياده في هذيك الساعه ديال المكانه كنوصلوا واحد 70% ديال لاتانس باش نكملو 100% ديال لاتانس ديك لا 30% كنكملوها في البيت شنو كنديرو كتسمى اون كومبينيزون دونك كناخذو واحد القياسات كنوجدو واحد لي غوتيير او باللغه العربيه واحد القوالب وكنعطيو لو باسيون لو ميم برودوي هذا نيت مي ا كونسونطراسيون مواندغ مثلا خدمت ب 30% غادي نقدر نعطيه 16 ولا 20% داكوغ اي غير يستعملها في الليل مثلا 4 ولا 5 السوايع يدير ديك لا غوتيير بوغ مانتينير ولا بوغ كيما بالكلمه العربيه الاستمراريه والصيانه ديال هذاك البلانشيمون باش نوصلوا على النتيجه اللي كترضي اولنا حنا الطبيب لانني انا وغيجي عندي واحد الانسان خصني انا يكون راضي على النتيجه طول ما يرضى عليها هو فوالا دكتوره يعني شرحتي لينا كنظن لي زيتاب ديال هذه التقنيه هذه لي بلوجيل بطبيعه الحال واللي ذكرتي انها ما كتاخذش وقت كثير يعني حتى في العياده ديالكم كتطلب واحد الساعه ساعه ساعه ونص على حسب لو برودوي بيان سور نبغيو نتكلموا على الطريقه الثانيه ولا النوع الثاني ديال التبييض اشنو هو بالضبط النوع الثاني في التبييض هو اللي كيدار في البيت اللي كيدار في البيت يعني بعد استشاره ديال الطبيب بعد ما كنديروا الفحص وكنديروا لا كونسلطاسيون تشخيص واش انت مزيان لك ولا مزيان لكش ويصلح لك ولا ما يصلحلكش الا شفنا غير يصلح لك اي تو شوازي كنخيرك كنقول لك فوالا واش بغيتي اون ميثود كي كورت ساعد المكانه ولا بغيتي بشويه عليك دونك الا بغيتي بشويه عليك كنعطيك دي كونسونطراسيون اللي ناقصين كيف ما قلت لك جو بو كومونسي ا 16% كنصوب هذوك لي غوتيير و جو كوموند لو برودوي وكنوريه كيفاش يدير ليه كيفاش غيستعملو مثلا في الليل ملي غيبغي ينعس غيدير لو برودوي في ديك لا غوتيير وغادي ينعس به مي سا برون بوكو طون 3 جوسكا 4 سيمين دونك او بو دو سيمين كنوصلوا للنتيجه النهائيه هذيك لي دو سيمين اللي كتبقى غير بور فيكسي لا تانس نعم وشنو الفرق بين النوع الاول الدكتوره والنوع الثاني واش القضيه ديال الماديات يعني واش الكلفه ديال النوع الاول غتكون غلى شويه من الكلفه ديال النوع الثاني اولا شنو بالضبط الكلفه داكو الكلفه النوع الاول كتكون اغلى من النوع الثاني نعم دونك على حسب الامكانيات ديال كل واحد المهم والاهم هو ان كل شيء يقدر يدير تبييض ديال الاسنان ديالو بجميع لي بيدجي بيان سور نعم وعلى ذكر الكلفه التقنيه كتختلف دكتوره هي التقنيه كتختلف كما شرحت لان ساعد المكان راه ماشي هي ربعه ديال الاسابيع او ثلاثه الاسابيع فهمتي حيت لان ملي انا كنجي غنديك بلانشيمون راه عندي معاك واحد الساعه ولا ساعه ونص قبطه ليا سور لو فوتوي لان ماشي بحال اللي غادي نجي غناخذ لك غير لي زومبرانت راه خديت من الوقت ديالي ودرت مثلا راه عندي واحد الماتيريال اللي شريته غالي وعندي واحد فهمتي غير النتيجه واش هي وحده من بين التقنيات ولا الانواع بجوجهم النتيجه في الاخر هي لا ميم النتيجه في لا ميم غير الناس ما تيصبروش على 4 سيمين بوندون شهر هو كيدير لا غوتيير سي ديرونجون شويه دونك كيقول لك انا ساعد المكانه وجو سوي صافي سالي نعم دكتوره من بعد ما كندير التبييض كتسالي الحصه ديالي من بعد المده واش كيكون انا اونتروتيان يعني في واحد 3 شهور 3 شهور اولا سي بون درت تبييض الاسنان ديالي غيبقى مدى الحياه لا ما غيبقاش مدى الحياه داكور سا سي سور دونك اللي ملي تيخرج الانسان داير تبييض دونك تنوصيوه بانه ما تاكلش لي بواسون اللي فيهم الملونات ما ياخذش ديك البهارات بحال الزعفران وهذا دونك ايفيتيهم كي ايفيتي القهوه كي ايفيتي الشاي علاش لان دوك لي تيبولي ديال السنان تيكونوا محلولين بزاف الكابت الكابت لي كولورون بزاف دونك السنان تيوليو كيشربوا دغيا دونك فهاديك الاسبوع اونيفيت حتى الا اضطر كنستعملوا لا باي مي جو كونساي انا لي باسيون ديالي كنقول لهم سي فو الله يعطيكم السر غير صبروا معايا هاد الربع ايام ولا خمس ايام اون سيمين اونيفيت
حيت باش لان نتوما باغيين اسنانكم يبيضوا فوالا. نعم. اصلا من غير انهم يضروا بالاسنان غادي يضروا حتى بالجسم كله. كنعرفوا هادشي راكم عارفين متبعين معنا في برنامج صباحكم مبروك مع الاخصائي ديالنا في التغذيه والاخصائيين ديالنا في التغذيه والنصائح اللي كيعطيونا خصنا نتفاداو لي صداع او ماكسيموم. هنا دوك شورا بالنسبه غير للمده اللي كيبقى فيها التبييض ديال الاسنان شحال بالضبط؟ نقدر نقول لك على حسب لونتروتيان ديال الانسان. الا كان الانسان ما كيدخنش وما كيشربش قهوه بزاف ما كيكميش بزاف ما كيشربش اتاي بزاف يقدر يبقى حتى العامين. اما الناس اللي عندهم دي موفيز ابيتود سي مره في العام العام خصو يديرها بلونشيمون. مي في لي غوت والاخر اللي كتكون عنده اون كونسونطراسيون قليله نقدروا نديروا حتى مره في سيمو ماشي مشكل. داكور بارفي. نعم دكتوره. وبالنسبه للناس اللي كتزرق ليهم سنه من بعد التبييض؟ لا ماشي من بعد التبييض كتزرق ليهم سنه. هذيك الناس هذيك حاله اخرى ما عندهاش علاقه بالتبييض. هذيك مثلا كتكون حيدنا العرق ديال السنه يعني تريتمون ديال الجذور ديال العصب ديال السنه او يعني تروماتيزم دري صغير طاح على سنته كتزرق ديك سنينه وحيده ولا جوج تيزرقوا تيكون الفم كله ابيض كيجيك لو باسيون ان انفون ولا مثلا ان غران ولا ان ادولت بسنه وحده زرقاء حيد لها العرق هذاك سي اوتر شوز. هذيك كتسمى بلونشيمون لوكال لهذيك لا دون بوحدها عنده تقنيه خاصه به. دونك تنحلوا هذيك السنه وتنديروا فيها لو بيربورات دو صوديوم سي ان اوتر برودوي سي نغين افوار كنحطوه بوندون 4 سيمين وكنعاودو نجدوه كل سيمانه حتى كنوصلوا لاتانت اللي بغينا. نعم حتى كتولي كتقد مع 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 خوتها. نعم كنشكرك دكتوره على هاد النصائح كلها اللي عطيتينا وهاد التحليل وهاد الشرح ديالك الدقيق بخصوص تبييض الاسنان. نتمنى مشاهدينا نكونوا جاوبنا على جميع التساؤلات ديالكم. دكتوره كنشكرك مره اخرى. كنشكركم على الاستضافه بارك الله فيكم كيحصل لي الشرف نكون معكم هاد الصباح. ميرسي بوكو.